محل الحيدري مجل الحيدري، والآن بينت لي الحقيقة بالجد. ما عزيز الله بذمتك عزيز، ما كل مشكلة أي شخص يتكلم عني حول لأنه تكلمت على بعض الأشخاص وبعدين تبين له الحقيقة، هو بريء الذمة، بريء الذمة. أنا ما باقي في عمري شيء حتى روح أنا أشغل ذمة إنسان، يعني قبل زين من عنده خلص روحي. هل عثمان بالجنة أم بالنار؟ عزيز ما يصير الإنسان يقول فلان بالجنة وبالنار، هاي مسألة الجنة والنار يا رب العالمين. يعني رب العالمين لو أراد أن يتصرف معانا نحن وقال بأنه أنتم مثلا ما تستحقون دخول الجنة، شنو اعتراضنا؟ أو هذا ما يستحق دخول النار، شنو اعتراضنا؟ بعدين الوعيد الإلهي حق إلهي، مو بكيف نحن نتصرف به. هل تنصح بحوزة النجف أم قم؟ وهل هناك فرق؟ إذا كنت في النجف ادرس بالنجف، إذا كنت في قم ادرس في قم. ماذا تعرف عن الميرزا الأخباري؟ لا أعرف عنه شيء. إلك بشدة أو بالحالات الصعبة تنادي أو تندب منه؟ والله يا عزيزي لا حول، أحكي لك فت قضية صارت معي بالمعتقل. يعني أنا في إحدى المرات شعرت بأنني راح أموت، في واحدة من اللحظات ضغطوا علي ضغط كلش قوي فحسيت أنه راح أموت فعلا يعني، فندبت صاحب الزمان حقيقة، كأني صرت في عالم آخر، حتى أنهم جو عبالهم أنا نمت. عبالهم أنا نمت، جو نزلوني قالوا هذا صار بي شيء. أنا بعث كأنه تحولت إلى عالم آخر، هل صحيح أن أبو القاسم لا يعترف؟ لا عزيزي، هذا الكلام غير صحيح، وهذا الكلام موجود في كتاب